قبل الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق. فريق قاصد أهلا بك معنا، كيف نقرأ هذه العملية التي تأتي بعد شهر أو أكثر من عملية ماهر الجازي عند معبر الكرامة؟ صباح الخير. أهلا يعني بك. قد تكون امتداد ومن نفس النوعية، لأن البيئة اللي خلقت ماهر الجازي وعمليته لا تزال موجودة ولا تزال تتعمق حقيقة. يعني المشروع الصهيوني وما يقوم به بالضفة الغربية وامتداد الضفة الغربية العضوي الطبيعي للجغرافيا الأردنية الطبيعية والاجتماعية وحتى السياسية تاريخيا، هذا يعني يجعل كل أردني حقيقة في حالة يعني استفزاز دائم مما يحدث في الضفة، وبالتالي متوقع أن يكون مثل هذه العمليات طالما هذه السياسات موجودة. لكن مرة أخرى، التحديات الأمنية الحدودية حقيقة هي حالة يعني دائمة في الحالة الأردنية الفلسطينية، يعني بين الجانبين، الأردني من جهة والجانب الإسرائيلي المحتل حقيقة الذي لا يزال هو يقوم بالواجبات الأمنية في الحدود الضفة الغربية، رغم أن المفروض أن يكون هذا واجب السلطة أو الكيان الفلسطيني الموجود إذا كان كيانا فعلا له اعتبارات كاملة من حيث السيادة، لكن واضح أن هذا غير موجود. إذا التحدي موجود، التهريب موجود دائما، وقد تكون عمليات لتغطية عملية تهريب وارد تماما، لكن أيضا أعتقد أنها إمكانية أن تكون هي عملية تفريغ لحالة غضب وحالة شحناء أيضا موجودة. يجب أن ننتظر فعلا الرأي الرسمي العسكري والرسمي الأردني حتى نفهم ماذا حصل بالضبط، لكن الاحتمالات موجودة، الاحتقان موجود، الغضب موجود، والشباب أيضا المتحمس موجود. هذا كله المشهد يعني معبأ الحقيقة بكل المعاني وكل الإرهاصات وكل الأسباب التي قد تكون إلا مثل هذه الحالات التي لا تزال حقيقة في المستوى الفردي، حتى نكون برضو واضحين، يعني اثنين أو ثلاثة أو واحد تبقى عمليات فردية، يعني ممكن تنسيقها. حتى الآن لم يتبنى العملية أحد حتى الآن حقيقة، لا أدري إذا أحد التنظيمات تبنى، لم يتبنى أحد، لم يتبنى حتى اللحظة. الأرجح نعم، هي كما قلت ستبقى في هذا المجال حتى اللحظة عمليات فردية بحسب المعلومات المتوفرة فريق قاصد، ولكن هذه العملية الفردية التي قام بها ماهر الجازي منذ أكثر من شهر لاقت ربما تشجيعا وترحيبا شعبيا على المستوى الشعبي الأردني، ما ربما يشير أو يعطي صورة للجانب الإسرائيلي بأن ممكن أن تكون هناك عمليات تلحق هذه العملية تيمنا بماهر الجازي أو امتدادا لهذه العملية، خاصة وأنها من نفس النوعية. في المقابل كذلك لاقت استنفارا من الجيش الإسرائيلي، ولكن رغم ذلك تتكرر وتعاد ولو بشكل فردي، ما تفسير ذلك؟ هذا صحيح كما ذكرت، أول حالة الغضب والاحتقان والقهر موجودة، والشباب المتحمس أيضا موجود، والعلاقة العضوية مع الضفة وما تعانيه من مصائب ومن استهدافات للمشروع الصهيوني بتصفية القضية وتهويد الضفة واقتلاع السكان أيضا موجود، وأيضا الجرأة والشجاعة والنخوة أيضا موجودة، والحالة الشعبية العامة حقيقة مع المقاومة ومع مقاومة المحتل الإسرائيلي بكل معنى الكلمة، يعني بغض النظر عن الموقف الرسمي والاتفاقية الموجودة مع الكيان الإسرائيلي، هذا كله يعني حاضر في المشهد، لكن أيضا الشعب لديهم يعني قناعاته حقيقة ولديهم قراءاته الواضحة. يعني مشكلة المشروع الصهيوني وإسرائيل أنها يعني لا تأبه لا بمعاهدة سلام ولا باتجاه سلام، يعني حتى الآن يتحدثوا عن التصفية ويتحدثوا عن توسيع إسرائيل، طبعا على حساب مين؟ وعلى حساب الأردن، الجغرافيا الأقرب لفلسطين والأطول حدودا مع فلسطين هي الأردن، فبالتالي هذا موجود، كل هذا موجود. الحالات فردي نعم صحيح، لكن برضو يعني ليس واحد أو اثنين أو مية أو ألف اللي بيفكروا فيها أو اللي بتختمرهم هذه الحالة العدائية حقيقة. إحنا يعني النظرة إلى إسرائيل كعدو حقيقة موجودة بكل معنى الكلمة، فبالتالي موجود يعني الأسباب قائمة والإمكانيات والحالة أيضا حاضرة، فبالتالي يجب أن لا نستغرب أن تحدث مثل هذا. صحيح الإجراءات حقيقة الحدودية الأردنية تكاد تكون من أكثر الإجراءات العالمية حقيقة جهدا يعني تزويدا بمعدات وإمكانيات، لكن برضو الجغرافيا صعبة.
طيب. يعني زرافة أنت عندك بحر وعندك وديان وعندك جبال وعندك أشجار وعندك بغابات وعندك مزارع وعندك يعني كل هذا موجود، فبالتالي هي منطقة أيضا مدنية في فيها مزارعين وفيها حياة وفيها، فكل هذا يعني يزيد من عبء الأمن أو إمكانية تحقيق الأمن المطلق أو الأمن الكامل على حرس الحدود الأردني. اسمح لي أن أشير إلى هذا العاجل. الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا تصفية المسلحان اللذان تسللا من الأراضي الأردنية، ويتم الآن البحث عن ثالث. فريق قاصد، قلت منذ قليل أن الإمكانيات حاضرة، هل هناك مؤشرات بأن تكون لهذه العمليات امتداد واستمرار؟ نعم، الجواب نعم، لكن بأي حدود؟ أنا أقصد الإمكانيات، يعني هذه الحالة النفسية المعنوية المعبأة بالشحناء والبغضاء موجودة، وإمكانية التنفيذ العسكرية على حد بسيطة، يعني تتحدث عن مسدس وعن بندقية، يعني في الأردن هناك مئات آلاف الأسلحة المرخصة وحتى غير المرخصة أيضا، فبالتالي الأردن سلاح موجود، والبني آدم المعبأ والحقيقة والغاضب جدا موجود، والجغرافيا قريبة، يعني مش يعني عملية مش صعبة، خصوصا هؤلاء يعني الشباب عادة يعني لا يقدروا الأمور تقديرا يعني دقيقا من كل المعاني، شو معناها السياسي، شو معناها الأمني، شو معناها المخاطرة، يعني غالبا يعني روح الشباب موجودة وروح المغامرة والمجازفة الغير محسوبة أيضا موجودة، بالتالي نعم. طيب يعني البيئة العامة طالما إسرائيل يعني نقطة واحدة بس، طالما إسرائيل بهذه السياسات الاستفزازية العدوانية على الضفة، يجب أن حقيقة أن نتوقع أن يحدث مثل هذه الردود الفعل الغاضبة الفردية حقيقة. ردود فعل غاضبة فردية، ولكن يعني هناك نقطة تحدثت عنها يدعو تحرنوت الصحيفة الإسرائيلية، بأن المتسللان ومنفذا هذه العملية يرتديان زيا عسكريا، لا تأكيد حتى اللحظة من صحة ذلك، أن الزي العسكري هو للقوات المسلحة الأردنية، ولكن في حال تأكد ذلك ماذا يعني؟ كيف نفهمه؟ ولا يعني شيء، الزي العسكري يعني ليس حصرا بالقوات المسلحة، هو رسميا ممنوع حد يلبس القوات المسلحة صحيح، لكنه موجود، يعني هناك متقاعدين عسكريين، هناك لباس، هناك هذا قماش، ممكن أحد يحصل على القماش نفسه ويفصله لنفسه، يعني وممكن يحصل عليه من قريب من 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 قرايب من أقاربه، يعني شغلة الحصول على زي ليست صعبة، موجودة حقيقة، وهذه يعني يجب أن لا تكون على علامة فارقة، هي قد تكون يعني نوع من التمويه، يعني يرتدوا الزي العسكري حتى يستطيعوا أن يتسللوا، حتى يعني يخدعوا العدو الإسرائيلي أو حتى الجنود الأردنيين، يعتبرهم من زملائهم أو من هذا وارد جدا، وتكون نوع من الذكاء التخطيطي إلى حد ما، فلا لا مش يعني ليس هذا لا يعني أنها مسروقة من الجيش مثلا. نعم، أو الجيش لا حقيقة هي كل الفرضيات مطروحة، طالما لا يوجد هناك لا تأكيد ولا نفي من الجانب الأردني حتى اللحظة، في انتظار ذلك سنتابع ذلك طبعا في سياق هذا اليوم. ولكن ماذا عن القوات المسلحة الأردنية؟ أين هي من كل يعني هذه المحاولات؟ تحدثت عن إمكانية امتدادها، كيف ستتصرف سيتصرف الجيش الأردني في حال استمرت؟ الجهد الكبير الرئيسي المبذول حقيقة من القوات المسلحة هو في حرس الحدود، واضح، غربا وشرقا وجنوبا وشمالا بكل الجهات حقيقة، احنا يعني هناك قطاعات كبيرة ألوية وكتائب حرس حدود، أعتقد لا يوجد جيش في العالم نسبيا عنده حرس حدود قد كما الجيش الأردني، وبالتالي الاهتمام والتخطيط لحماية الحدود وحرس الحدود في الأردنية موجود في 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 عمق وفي أولوية الأولى للجيش الأردني، هذا لا غبار عليه. ثم التجهيزات والاستعدادات حقيقة من حيث الكاميرات المراقبة، من حيث دوريات العمل، من حيث قوات رد الفعل السريع، من حيث الآليات، من حيث الأسلحة، كله موجود. لكن مرة أخرى الجغرافيا خاصة في المنطقة الغربية والمنطقة الشمالية، الشمالية الغربية أو الشمالية الشرقية، جغرافيا صعبة، جغرافيا فيها تضاريس صعبة، فيها وديان، فيها مخاضات، فيها كذا، فيها الكثير، فيها غابات، فيها بيوت، فيها مزارع، فيها كثير من الأشياء، من الصعب جدا أن نأتي بمئة في المئة من الأمن على الحدود حقيقة في ظل هذه الظروف الكبرى، خصوصا فعلا أي متسلل، أي مهرب، أي مقاوم
يعني يحاول ان ياتي بامكانيات برضه خارقه، وبالتالي يستطيع مهما كان نظام متماسك ومتكامل ومعقد، يعني لا يوجد دولي، يعني امريكا مش قادره على تحمي حدودها مثلا من متسللين اذا هذا تبقى الامكانيه ايضا موجوده بالرغم من الجهود المبذوله، لكن عمليا امن الحدود في الجيش الاردني وفي السياسه العسكريه الاردنيه حقيقه متقدم تماما في الاولويات. صحيح، ونحن نتحدث عن الجغرافيا الأكبر والحدود الأكبر بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة. أشكرك جزيل الشكر الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق. شكرا.